السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيانين؟ كي دايرين مع العطلة؟ كلشي بخير مع الصيف مع الصهد؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف كتشوفوا هاد المكونات وكيف شفتوا في العنوان غادي تعرفوا الوصفة اليوم خاصة بالعينين او بالهالات السوداء او بهذيك الكحولة اللي كتكون تحت العين والانتفاخات اللي كتكون تحت العين. مادام حنا كاينين في الصيف والصهير وهاد الوصفه ماشي كتختص فقط تحت العين. هاد الوصفه باش زوينه كديريها حتى لوجهك كامل الا بغيتي، يعني مفيده بزاف، كتصفي البشره وكتنفع بزاف تحت العينين. يلا هنشوفو شنو غادي نحتاجو فيها. غنحتاج هنايا ماء الورد، وغنحتاج يوغورت مسوس طبيعي، وخياره، وبطاطا. وفي الاخر ديال هاد الوصفه كتحتاجي انك ديري لتحت العينين ديالك زيت اللوز الحلو. انا ما عنديش، وحتى الاخير غنقول لكم شنو غديروا به، اللي عندها تخدم به. كيف كتشوفوا معايا؟ كيف قلت لكم اول حاجه غادي نديرها، غادي نجيب فاش غادي نطحن. الا ما كانش عندكم هادي تقدروا عادي في الكاس ديال العصير، او لما عندكمش تقدروا تحكوا الخيار. انا غادي نقطع هاد الخيار بحال هكايا، قطعو طريفات صغار باش يجيني ساهل في الطحين. كتكونوا غسلتوه مزيان وما تقشروهش، خليوه بهاد القشره ديالو. كيف كتشوفوا انا قطعت الخيار هنايا، قطعته ما قشرتوش كيف قلت لكم، خليوه بالقشره ديالو، غير غسلوه مزيان. الطاطا ها هي قشرتها حتى هي وخليتها. دابا غندير هذا اليوغورت هذا المسوس باش نطحن الخيار كامل، باش يتطحن ليا بالزربه. لا زدت البطاطا دابا ما غاديش يطحن ليا هذا الشيء، غادي نحاول نطحن هذا الشيء. وكي قلت لكم الا ما عندكمش، لا ما بغيتوش تطحنوا تقدروا تحكوا الخيار وحكوا البطاطا. المهم حنا غير يكون عندنا المضمون انه يكون هذاك الشيء فيه الماء. انا غنطحنوا ونرجع معكم. هانتوما يا البنات انا طحنتها، دابا غادي نزيد البطاطا، نزيدها حتى هي نقطعها بحال هكايا. عفسو غزاله البنات هاد الوصفه هذه غزاله، حيتاش البطاطا فيها نشا طبيعي والخيار زوين للبشره. راك تشوفوا شحال من زعما قدوي كيديروا فيه الخيار، غير ما تعكزوش. قطعها بحال هكايا، والاهم ان هاد الوصفه غادي تخليوها حتى هي في الثلاجه وتبقاو تستعملوها. غنطحن ونتلاقى معكم. هانتوما يا البنات، ها هو بحال هكا. كل ما طحنتيه مزيان كل ما من الاحسن باش كتحصلي على داك بهذاك الماء. بلاتي نحيد لي هذا. بحال هكايا صافي. غادي نزيد هنايا جوج معالق كبار ديال ماء ورد. مشكل ما ورد هكا صافي، وكتخلطيه. انا جبت هنا قريعه، كيعجبوني هكا هاد الوصفات نديرهم في قرعه ديال الزاج. غنديرو في قريعه وغنخليه عندي في الثلاجه ملي الليل. طريقه ديال الاستعمال كيفاش غادي تخدموا، كيفاش غادي ديروها في وجهكم، وقتاش وشحال. غتحاولوا انكم ديروا هاد الوصفه، ديروها الا كان ممكن ديروها بالليل، يعني ما غتكونيش غادي
غادي تنوضي ولا غتشقاي ولا غديريها وغتعمري مزيان تحت من عينيك وفي الدورة ديال العين. ولا كان عندك هاد الكوطون هذا كتغطسيهم مزيان فيه، وهاد الخليط كيكون بارد في الثلاجة وكتحطيه على عينيك وطلي وجهك كامل، طلي وجهك وعنقك وتكاي. قلتي الا قديتي اكثر من نص ساعة، كل ما جلستي مزيان ما غاديش زعما غيضرك، حتى تحسي بالوجه ديالك انشف، وغادي تلقاي واحد البقع في الوجه ديال في الوجه ديالك فيها البيوضة، هذيك البيوضة غير ديال البطاطا، غير النشا ديال البطاطا كتطلق في الوجه ديالك. ما تخافيش غادي تغسلي وجهك، وكي قلت لكم اللي عندها زيت اللوز الحلو غادي تدهن دورة العين، غير الدورة ديال العين زيت اللوز الحلو غدهن دورة العين كاملة، وتبحال هكا بحال تتماصي غير هكا بصبيعاتها هكايا تدهني وصافي. وتغسلي وجهك بالماء ماشي سخون وماشي مهم دافي، وتعاودي تدوزي بشي ما بارد بحال هكا، وديري شي زبيتة على وجهك او شي كريم وهكا، وغادي تحصلي على النتائج ديال هاد الوصفة هادي. غير المداومة البنات، هاد الحوايج الطبيعية راه كتبغي المداومة، الخيار ولا البطاطا ولا يوغورت مسوس ولا هاد الماورد، كلهم اشياء زوينة تحت العين، ما تخافيش منها، ديريها اليوم وغدا وبعده. هاد الوصف هاد القياس هذا اللي درت انا ما غيعجزكش، غادي ديريه في الثلاجة وديريها كل نهار ملي تكوني متاكية كتسنطي لشي حاجة. ديري هاد الوصفة وديري هاد الكوتون هكا على عينيك وحطيها ضروري، ومؤكد مؤكد حطيها في الثلاجة ديالك كل ما كانت باردة، وباش نيت ما تخسرش حيتاش ما فيهاش مواد كيميائية، حطيها تكون باردة وحطيها على البشرة ديالك، غادي تلقاو عليها راحتكم. واللي عندها الانتفاخات واللي عندها دوك الحبيبات، انا كانت في واحد الحبيبة رقيقة تحت العين ديال حدا العين، هذوك في الجلدة ديك الرقيقة كانت في حتى ديك الحبيبة ترقى وحدة وتحيدات ليا، يعني هاد الوصفة هادي راه مزيانة حتى لديك الحبيبات اللي كيكونوا تحت العين. هذا الشيء اللي كاين، واقيلا كثرت عليكم في الهضره، المهم بغيت غير نتقاسم معكم هذا الشيء كيف انا عجبني، حتى نتوما يعجبكم. ودابا كاينين العريسات وكاينين الناس اللي غاديين هكا خارجين والشمس وشحال من شحال من حاجه، يعني بنادم كيبغي يتهلا في راسو في هذه الوقيته ديال الصيف هذا. المهم البنات هذا الشيء اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبتكم الوصفه اليوم، خليو ليا في لي كومونتير واش عجباتكم ولا لا. نتلاقاو في شي فيديو احسن هذا ان شاء الله. بسلام عليكم.